مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. قلنا إن شاء الله نتكلموا على كيفية التعامل مع الأرانب في فصل الصيف، يعني في الحرارة. يعني كلنا راح كنعيشوا هذه الموجة ديال الحر، يعني كمربي أرانب كاع يعني اللي كيربي الأرانب كيلاحظ أن الفترة هذه يعني الأرانب ما كيبقاوش ياكلوا بزاف، يعني كتحس بيه واخا كيعطيهم الاكل قدامهم ناقصين في الاكل. علاش ناقصين في الاكل؟ لان يعني كيكونوا مسخسخين يعني بالموجه ديال الحراره، ما كيقدروش ياكلوا. سمو كيوقع كيضعفوا. يعني اشنو العمل؟ واش ممكن اننا نبقاو نحطوا حداهم الاكل بكميات وفيره؟ اشنو غادي نديروا؟ اول حاجه التقليل من درجه الحراره، يعني الحراره ديال الجسم ديالهم باش ما تبقاش مرتفعه وتنخفض واحد شويه. اسمو غادي ديروا البصله والثومه مع الماء. هذه ما تخطاش، يعني تنزل لهم درجه الحراره تقريبا خمسة، ما بين 3 درجات حتى 5 درجات. اذا كاين هذه القضيه ديال درجه الحراره في الجسم، وكاين القضيه ديال الاكل. حاولوا انكم ديروا الاكل ما تعطيهمش بالنهار. انا هذه الطريقه اللي كنستعمل من نهار بديت، هذه هي الطريقه اللي كنستعمل. حاولوا انكم ما تعطيهمش الاكل في النهار، يعني تعطيهم حتى العشيه، ولكن اللي تعطيهم في العشيه اعطيهم ك يعني منين يجوعوا، منين تحس بهم التجويع، ديروا لهم عمليه ديال التجويع، ومنين تبغوا تعطيهم اعطيهم كميات وفيره، واعطيهم يعني الحاجه اللي كل واحد كيحتاجها. مثلا كاين الارانب اللي من الصغر ديالهم معودين على الذرة، يعطيهم الذرة. كاين الفصه، كاين يعطيهم الفصه. الشعير، يعطيهم الشعير. كاين الناس اللي كيعطيو السكاريم، حاولوا تقللوا النسبه ديال السكاريم، راها كدير لهم واحد احتباس حراري، ممكن ان اذا مشات تاكل بزاف كيموت. هذه معروفه عند يعني اي مربي ارانب، كتلقاه كيتبع الطريقه هذه. السكاريم في الصيف ماشي هو النسبه اللي كتعطى، مثلا في المشى، يعني في الجو البارد، ممكن انكم تعطيهم 200 غرام، 200 غرام يعني الارنب البالغ. اما في الصيف راه النسبه كتقل. وكيفاش كتقل؟ كتقل ب 50%، يعني النص. يعني حاولوا انكم الكميات ديال الاكل نقصوا لهم، ما تبقاوش تعطيهم بحال الجو البارد، بحال الجو السخون. كاينه قضيه اخرى وهي لي فيتامين. فيتامين هو كاين هاد اونتي بيوفيت، هذا معروف، كيدير 25 درهم، يعني كيصلح للدواجن وكيصلح للارانب وكيصلح لكاع تقريبا كاع الحيوانات. هما دايرين فيه ان بلا ما نهضروا على لي فيتامين اللي فيه، الكالسيوم، الصوديوم. المهم هاد انا ما كنبغيش ندير اشهار، ولكن انا هذا اونتي بيوفيت جربته، موجود كيدير 25 درهم. يعني ممكن انكم ديروه واحد، حيت عنده واحد السداده، هو انايا كتحلو كيتسدعوا ثاني، يعني ما كيضيعش، كيبقى هكا غبره. ممكن انكم ديروه من 15 يوم، دير لهم واحد معلقه في ليترو ودوروا عليهم كاملين. يعني كيعطيهم واحد الحيويه، واحد النشاط، وكتحس يعني الارنب ما بقاش مسخسخ. انا كنقولوا مسخسخ وعيان، لا، كيولي قادر انه يتحرك، ما كيبقاش غير مجبد على كرشو، لان الحراره سمو كدير لهم كتخليه باغي كيقلب على البروده. اشنو كيدير؟ كيتجبد على كرشو وكيبقى غير هكاك، ما باغي ياكل، ما باغي يدير حتى حاجه. نتوما استغلوا ديك الفتره ديال العشيه، منين يكون هو حيوي ونشيط، حاولوا تحيدوا عليه الماء باش تعطشوه شي شويه، يعني غير في الفتره اللي تعطيوه هاد الفيتامين باش يقدر يشربوا. ولكن النصيحه اللي نعطيها لكم بالنسبه للماء، الطاسات يكونوا مغسولين. الناس اللي كيديروا الطاسات بحال هذا الشكل، الناس اللي كيديروا الحلامات اللي دايزين في السيو بحال هذا الشكل، ضروري ان الماء يكون يعني نقي في هذه الفتره، اكثريه في هذه الفتره ديال الصيف. خاص الماء، يعني ديك الترسبات اللي كتكون كتجمع في القرعه ولا في هاد الطاسات هادو. بحال دابا هنا الا جيتي نقلب غادي نلقى واحد الترسبات كاينه لتحت. هذا الشيء راه خصو يتبدل، واخا كيبان نقي الماء، حاولوا انكم تبدلوا لهم، لان كينفروه. هما الا شموا الريحه ديال الماء مبدله عليهم كينفروه، وما كيقدروش يشربوا هذاك الماء. حاولوا ان الطاسه تكون نقيه ديما، وحتى البيدو الا كنتو ديروا بيدو يعني خزان
وكيعطي لهاد التيويات يعني الحلمات اللي الناس ديال الحلمات راه كما كتشوفوا راه كاينه واحد الحلمات هنايا حلمات كيشربوا منهم. حاولوا ان التيويات يكونوا منقيين مزيان ولا بغيتوا كاع يعني تفاداو هذيك الطريقه ديال كل خطره تنقي تنقي ممكن انكم ديروا الخل واحد الخل وشويه ديال يعني معلقه ديال الجافيل كديروها لهم مع الماء يعني باش ديك البكتيريا لان في الصيف اكثريه الصيف كتكون هاد البكتيريا يعني كتنشط اكثر. حاولوا انكم تنقيو مزيان الماء والماء يكون باستمرار ماشي راه غادي تحطوا لهم وتنساه واحد الوقت لا الماء يكون باستمرار نقي لان في فصل الصيف كيبغوا هما يشربوا الماء اكثر. ولكن الطريقه اللي كيستعملوا الناس وخاطئه 100% وهي انكم تجدوا الماء من الثلاجه وتكبوا لهم مباشره تعطيهم يشربوا هذوك القنين توادعوا معاهم لان الا كانت الكرشو سخونه وعطيتوه الماء بارد مباشره كيتنفخوا لهم صارن كيموتوا. هذه ما تحاولوش انكم تعطيهم الماء بارد من الثلاجه تقولوا مسكين راه الحراره عليه نشدوا الماء بارد ونعطيه له لا هذيك راه كانك يعني كتقتل هذاك الامن. حاولوا هذه الطريقه هذه ما ديروهاش. اذا كنظن اني عطيت واحد النقاط يعني بسيطه باش يحاولوا انكم تتعاملوا مع الارانب ديالكم بواحد الذكاء في هذه الفتره فيما تفوت لان هذه الفتره هذه الارانب ما كيبقاوش حتى الخصوبه ديالهم كتقل يعني حاولوا ما تزوجوهمش باش ما تكرفصوش عليهم لان الا مشى تولدت شي نتوه راه كدير واحد كيوقع لها نزيف غالبا النتوه كتموت. حاولوا انكم يعني ما تزوجوهمش في هذه الفتره ديال الصيف يعني 3 شهور حاولوا انكم تصبروا واحد شويه. الحلقه ديالنا هي هذه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. ما تنساوناش بدير زر الجيم اللي كاين تحت حاولوا انكم تكيو عليه باش نقاصفكم ديما فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. تكيو على زر الجيم كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.